نرجع دلوقتي للفريم باي فريم انيميشن. انا هخلي الكلام ده كله زي ما هو عشان اوريك حاجه تاني. هاد لير تانيه، اللير التانيه سميها لير 2، تمام. هاجي على اللير اللي تحت اللي تحتها على طول، هعمل لها لوك وهايد. كده انا مش شايفها خالص، كده انا كمان مش هقدر اغير اي حاجه هنا. هاجي على الجزء ده هنا وهرسم اي شيء انا عايزه، مثلا ده كده دايره لونها ازرق. طبعا هو قال لي انا كل شويه انا هشتغل لحد 25. طيب لو انا عايز اعمل فريم باي فريم انيميشن، تعال عند نمره 5 مثلا، تمام، وكليك اف 6، وتعالى تاني عند 10 اعمل اف 6 تاني، وتعالى عند 15 تمام، و20 و25 تمام. بقى كده عندنا كل خمس فريمات بقى عندنا كي فريم. طيب هم ما بيتغيروش في اي مرحله من المراحل دي لان انا ما غيرتهمش. طيب هاجي عند واحد هرجع له تاني، انا هبتدي من النقطه دي وهاجي عند 5، اكليك على الاوبجكت بتاعي تمام، همشي شويه واجي هنا امشي تاني واجي هنا امشي تالت واجي هنا. انا عامل سيلكت اكتر من اوبجكت مع بعض، تمام. هنا مفيش حاجه خالص، تمام، هسلك ده هوديه هنا. طيب انا على اللير دي تمام، هقول له اعمل لي اونيون سكين. طبعا مفيش حاجه واضحه لان هو مش واضح ايه اللي ظاهر بالظبط. طيب نجرب الموفي بتاعنا ونشوف ايه اللي هيظهر فيه. كنترول وانتر. اللي بيحصل ان الجزء ده بيتحرك على التايم لاين بشكل سموث، اهو سموث قصدي، والجزء اللي فوق بينط كل خمس فريمات يروح من مكان لمكان، تمام. طيب رغم ان انا عامل لده لوك وعامل له هايد الا ان هو بيظهر جوه الانيميشن. يعني مش معنى ان هو معمول له لوك وان هايد ده في مود في المود بتاع الديزاين، مش في المود بتاع البريفيو. طيب اللير دي انا ممكن اكليك عليها كده واعمل لها ديليت، تمام. رجعنا للير الاولانيه تاني، احط لها تاني تمام زي ما اتفقنا. هاجي هنا ادوس اف 6 تمام، اف 6 تاني. ليه الدوائر البيضاء جوه فاضيه؟ معلش هكبرها شويه، خليها لارج او خليها بريفيو حتى، تمام. ليه دول لونهم ابيض؟ الفريمز دي لونها ابيض لان مفيش اي حاجه. طب هل هنيجي هنا ونحط الشيب ده بقى لونه ازرق، تمام. نيجي في الفريم اللي بعده برضه هو محافظ لنا على الجزء ده لان الفريم ده موجود هنا وموجود هنا. طيب هنثبت كي فريم اف 6. طب ده موجود هنا. طيب نجرب هنشوف هيبقى فين. طيب دوس اف 6 تاني، اف 6. الوضع بيختلف شويه من الفيو للان فيو. ده كي فريم فاضي وده كي فريم فاضي وده كي فريم فاضي. انا عايز املى الفريمات دي. طيب ممكن اعمل ايه؟ اسلكت ده واقول له كنترول وسي واروح على الفريم ده واقول له كنترول وشيفت وفي، تمام، وعلى اللي بعده اقول له كنترول وشيفت وفي، وعلى اللي بعده اقول له كنترول وشيفت وفي. طيب كده يبقى انا عندي الفريم ده موجود هنا، هيبقى دول اللي موجودين. هشيل الاونيون سكيلينج وهشيل الجزء الثاني، تمام. الفريم ده هو بس اللي موجود، الفريم ده هو بس اللي موجود، الفريم ده بس هو اللي موجود. وهنا
الشيب الفيل والستروك مع بعض. طب انا هرجعهم لبعض تاني كده تمام وشوف ايه اللي هيحصل. طيب كل فريم هاخد الشغل بتاعي وانقله شويه، وبص هنا هنقله كمان شويه، وهنا هنقله كمان شويه للاخر. طيب اعمل كنترول وانتر اشوف ايه اللي بيحصل، لان احنا واخدين اربع فريمات بس او خمسه على الاصح. تمام اللي بيحصل ان هو لحد هنا 3 على 10 من الثانيه. طيب انا عايز انقل الفريمات دي في مكان تاني، كليك في مكان فاضي وروح كليك على الفريم كده واعمل له دراج، ما بتجيش من اول مره. تمام كليك تاني واعمل له دراج، كليك تاني واعمل له دراج، وده كمان كليك تاني لحد ما المربع الصغير، بص في مربع صغير بيظهر اهو، كليك واعمل دراج كده. كل الجزء ده عمال بيتعمل له فريم باي فريم، يعني هو كل خمس فريمات او اكتر شويه بينط بوينت. طيب انا اقدر اعدلهم من هنا، انا عايز ده هنا وهو عايزه هنا، وكمان عايزه ده يبقى هنا تمام، وعايز ده يبقى هنا. اوكي نعمل بروبابيليت تاني. اوكي لو انا عايز الموشن ده يبقى سموث شويه تمام، ممكن اجي هنا اقول له كريت موشن توين، كريت موشن توين، كريت موشن توين. طيب نشوف ايه اللي هيحصل. طيب نبص على الاثنين لاير مع بعض ايه اللي بيحصل لهم. نبابليت الموفي بتاعنا زي ما قلت لك، انت على قد التايم لاينز اللي عندك تقدر تحط حاجات بتتحرك، مش كده وبس، ده انت ممكن تتحكم في التايم لاين عن طريق الاكشن سكريبت، وده هنتعرض له بتفاصيل اكتر. نشوفكم الدرس الجاي.